قبل ما نختم اخبارنا هنروح الاسكندريه، وطبعا هناك يعني يا جماعه هنشوف تكريم لاكثر من 100 من ذوي الاحتياجات الخاصه في المؤتمر اللي نظمه صندوق الخير. طبعا هنشوف التقرير وهنرجع مره ثانيه بعد الفاصل عشان هنستقبل ضيوف فيلم احمر اللي فاز بالجائزه الاولى في مهرجان سينما الموبايل. استنونا بعد الفاصل على طول. احنا عملنا فكره الايفنت، اول ايفنت للاحتياجات الخاصه او القدرات الخاصه في اسكندريه، عملناه النهارده في مكتبه اسكندريه بناء على توجيهات الرئاسه باعتبار عام 2018 هو عام القدرات الخاصه. استضفنا مجموعه كبيره الحقيقه من اللاعبين الرياضيين. فكره الايفنت ان انا موجود، انا مش طفل مش طبيعي، انا مش حاجه مهمله، انا مش حاجه تتحط على جنب، لا خالص. انا ممكن ابقى بطل رياضي، ممكن ابقى نجم، ممكن ابقى فني كويس جدا، ممكن ابقى ابن او بنت نافعين للمجتمع ولاهاليهم. وحضرتك عارف ان عام 2018 هو عام ذوي الاعاقه، مجلس النواب كان سباق واقر قانون حقوق ذوي الاعاقه في اخر 2017. هذا القانون انتظر فعلا أصحاب ذوي الإعاقة منذ فترة طويلة، هو بيحقق لهم مميزات كثيرة جدا. أنا مشاركتي هنا تكريم وتقديم الحفلة، لأن أنا كان نفسي جدا أبقى أول مذيعة على مستوى الدعوة السندروم على مستوى مصر والعالم العربي. أنا مبسوطة جدا ان انا هنا في الحفله دي مع اصحابي. انا هنا بشكر كمان سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو خصص عام 2018 عام ذوي الاعاقه. والله انا الحمد لله انا بعتبر ان ربنا ميزني، لان من 20 سنه من ساعه ولاده رحمه انا كنت اخصائيه تخاطب بتعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. فلما اتولدت رحمه من 20 سنه انا ما خدتش صدمه، وما عارفه ان انا اي وقت في الوقت ده، وخاصه الخمس سنين الاولى دول اهم خمس سنين بالنسبه لاي طفل. فابتديت اعمل لها تدخل مبكر من سن 40 يوم، وابتديت اتعامل معاها كاي طفل طبيعي، وخدت قرار بيني وبين نفسي ان ليها حق في الحياه. وده اللي ساعدني بعد كده ان انا ادمجها دايما في المجتمع، اظهر بيها دايما وابقى فخوره. اي ام بقول لها ثقي في طفلك، حبيه، اظهريه، هتلاقي احلى حاجه في الدنيا.